They can do damage. يمكن أن يقوموا بإحداث ضرر. أنا لست متأكدا من أنهم حصلوا على الكثير من الأجهزة والأسلحة الحديثة، ولكن أمريكا تعلم ما الذي حصلت عليه من أسلحة. نعم سيدي، يمكنهم أن يقوموا بإحداث ضرر، خصوصا بعد أن رفع حزب الله من هجماته ونطاق هجماته. سوف يقومون بإحداث ضرر، سوف يقومون بقصف مباني وغيره. ولكن دعنا نتذكر أن في أبريل الولايات المتحدة قامت بالدفاع فقط، لم تقم بضرب أي شيء في لبنان أو إيران أو اليمن. حتى الحوثيين الذين قاموا بإضافة بسيطة على الهجوم، ولكن أمريكا لم تقوم بضرب أي شيء على أرض الواقع في إيران أو لبنان. أمريكا قادرة بقوة كبيرة على القيام بهذه الضربات، وهذه سوف تكون مدمرة للغاية لإيران وللبنان. وأعتقد أن السيد نصر الله والسيد خامنئي يفهمون بأنهم يلعبون لعبة خطرة.